سباق الطاقة النووية لا يتوقف فقط على روسيا وأمريكا أو حتى الصين، فهناك حدود لا تمر دقيقة عليها دون توترات خانقة بين الكوريتين الجنوبية والشمالية، في حين أن تواصل صراع روسيا والغرب جراء حرب أوكرانيا قد شكل ضائقة اقتصادية خسفت بالنظام العالمي وزادت من فقر الشعوب، إلا أنه كان بمثابة المفتاح الذي فتح الباب على مصراعيه لكوريا الجنوبية وخططها المستقبلية لإنشاء محطات الطاقة النووية في كل بقاع الأرض رغم الضغوط، بغية صنع مجدها الخاص كقوة عظمى في مجال المفاعلات النووية. والمفاجأة، العرب أول المستضيفين قبل أوروبا وأمريكا. فما هو برنامج صناعة الطاقة النووية بكوريا الجنوبية؟ ومن هي الدول العربية المتعاقدة معها؟ لكن قبل أن نطلعكم ببقية التفاصيل، ندعوكم إلى الاشتراك بالقناة ونذكركم أن التعليقات الجميلة ستحظى باللايك والقلب. المستقبل النووي، كوريا الجنوبية تنتفض. مسألة صناعة محطات الطاقة النووية ليست بالجديرة على مجتمع الكي بوب أي كوريا الجنوبية، رغم كونها جارة لكوريا الشمالية معقل كيم جونغ أون، حيث يعود تاريخ انطلاق عمل أول مفاعل نووي كوري جنوبي إلى عام 1978، إلا أن المثير للاهتمام بهذا التاريخ هو تخلي هذا البلد عن هذه الصناعة منذ نحو 5 سنوات في سعي من رئيس كوريا الجنوبية السابق مون جاي إن للتخلي عن الطاقة النووية بعدما يزيد عن 4 عقود منذ بداية الاستخدام الفعلي في إطار سياسة الإزالة النووية بهدف الحفاظ على سلامة البلاد في ظل تهديد الزلازل الكثيفة والحد من النفايات النووية، بالإضافة إلى توجه الرئيس السابق إلى الاعتماد أكثر على مصادر الطاقة النظيفة باختلاف أنواعها، سواء الطاقة الشمسية أو الريحية أو حتى الهيدروجين الأخضر. ورغم ذلك حث القرار الرئاسي على التخلي عن الطاقة النووية بشكل تدريجي حفاظاً على أسعار الطاقة الكهربائية محلياً وتجنباً لمخاطر الخسائر الاقتصادية، فكانت الخطة تقتضي إغلاق 10 مفاعلات من جملة 24 مفاعلاً بحلول عام 2028. لكن على أي حال، كان هذا ما عرفه الشعب الكوري الجنوبي قبل انتخابات 2022 حينما تولى يون سوك يول صاحب الرؤية الجديدة منصب رئاسة كوريا الجنوبية، والذي خلق انتفاضة بأتم معنى الكلمة على مستوى الصناعة النووية، ناهيك عن أنه شكل قوة دفع للدولة في هذا القطاع خلال حملته الانتخابية السابقة الداعية لإلغاء سياسة الإزالة النووية بل وإنشاء مفاعلات نووية أخرى خارج البلد، بالتوازي مع تطوير البحث العلمي بدافع تثبيت كوريا الجنوبية كقوة عظمى. يأتي هذا مع وصفه لتلك السياسة بالحمقاء بسبب تعطيلها لنمو المنظومة النووية والتسبب بإضاعة فرصة البلد لتجاوز كل المنافسين عالميا بحسب وجهة نظره، وهو ما يفسر قرار الحكومة بتزويد شركات صناعة الطاقة النووية بحوالي 755 مليون دولار ضمن مخططها لزيادة نسبة مساهمة الطاقة النووية في الاقتصاد الوطني إلى أكثر من 30% بنهاية سنة 2030، خاصة مع احتمالية خلق 100,000 موطن شغل في استغلالا لمعاناة أسواق الطاقة العالمية جراء الحرب الروسية الأوكرانية التي فرضت على أوروبا وغيرها البحث عن مصادر طاقة بديلة لكل ما كانت تتيحه لهم روسيا، مما أتاح تباعا الفرصة للرئيس يون سوك يول لتطبيق مشاريعه النووية بسهولة أكبر مع التوسع نحو أوروبا والدول العربية رغم ما قد تشكله جارتها الشمالية من معارضة. حقبة جديدة، والعرب أول المستضيفين. ضمن توسعها العالمي في إطار بناء محطات الطاقة النووية، ومثل ما ذكرنا آنفا، فقد كثفت كوريا الجنوبية من مجهوداتها للفوز بملف تشييد مشروعات نووية ضخمة خارج أراضيها لتعويض الانخفاض المتوقع بـ 4.5% على مستوى صادرات البلد خلال السنة الجارية، نظراً لتراجع مبيعات أشباه الموصلات وتباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل عام. لذلك وبحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، ازدادت أهمية استراتيجية النووي المتبعة،
وهو ما كان لها في أواخر سنة 2022 عندما أعلن مسؤول حكومي من كوريا الجنوبية عن صفقة بقيمة 2.25 مليار دولار لتأسيس أول محطة للطاقة النووية بمدينة الضبعة المصرية، التي ستكون معقل أضخم مشروع محطة نووية لكوريا الجنوبية منذ عام 2009 عندما أسست محطة بركة للطاقة النووية في الإمارات العربية المتحدة. هذا وستحصل شركة نيوكلير باور إن كوريا هايدرو على حق البناء، لكن الأمر لا يتوقف على مصر، إذ أنها تسعى للفوز ببناء 10 مفاعلات بحلول عام 2030. وحالياً كوريا الجنوبية في مفاوضات لتصدير محطاتها مع دول عديدة مثل السعودية وبريطانيا والفلبين وحتى الولايات المتحدة الأمريكية. أما بالنسبة للقارة العجوز أوروبا فهي في تواصل مع تشيك لتشييد محطة نووية جديدة بمنطقة دوكوفان الجنوبية، فضلاً عن توصلها مؤخراً رفقة بولندا لخطة بناء محطة نووية على الأقل داخل الأراضي البولندية. برأيك تتسبب المشاريع النووية لكوريا الجنوبية في إغضاب جارها الشمالي كيم؟